القرآن في التعامل مع المستهزئين، لأنه إحنا مرجعنا الأول القرآن الكريم. فلما القرآن الكريم يقول إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، وهذا اللي حصل، استهزاء. طيب هذا الموقف الآن في القرآن، إيش نسوي يا الله؟ إيش الأمر الإلهي؟ فلا تجلسوا معهم، خلاص انتهينا. فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني الأمر الإلهي مش أنه نقتلهم علشان استهزأوا، يعني ممكن ترجع تقعد معهم بس يخوضوا في حديث غيره. الآية حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لو نفس الناس، شوف عدم شخصنة الموضوع، نفس الناس خاضوا في حديث غيره، خلاص تجلس معهم. هذا التعبير الإلهي والأمر في القرآن الكريم التعامل مع استهزاء. ما في شيء اسمه بالقول واحد استهزأ انت يعني ترد عليه بالقتل. انا على تويتر لما قلت انه يكون حضاريين في الاحتجاجات، كان يقول لك لو واحد سب امك ولا اختك شو ممكن تتصرف، وما لك لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعني هو لو واحد سب امي وابوي حروح اقتله؟ احنا عايشين في غابة مفترضين. من قال يعني؟ وانا لي القدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. تعبير القرآن للتعامل لمشاعر الرسول الداخلية لما كان يحصل كذا، ايش يقول القرآن؟ فلا يحزنك قولهم. ما قال القرآن فلا يغضبك قولهم، مشاعر الرسول كانت مشاعر حزن على أقوالهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك، يعني مشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يكفروا به ويستهزئوا به كان باخع نفسه، يعني مهلك نفسه غما وحزنا، كان يلوم نفسه لعلي أنا مقصر في الدعوة، أسوي عمل أكبر، أذهب إلى الطائف، أذهب إلى، ما هو السبيل؟ باخع نفسك. نعم، ما هو السبيل لمجابهة الناس؟ إيه، بس نتركهم. الرسول كيف تعامل كان مع ابن سلول مثلا؟ يعني معلش أضرب مثال ابن سلول بس عشان نأخذ منه بشيء عملي، لأنه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام الهدف منها نحولها لشيء عملي. رأس المنافقين، وما ساب الرسول عليه السلام يوم من أذية واستهزاء، ومن 1 هجري إلى 9 هجري وهو يعني من أكبر المعادين في المدينة المنورة، وهم راجعين من إحدى الغزوات كان جالس ابن سلول مع أحد مع بعض الناس، فقال لهم سمن كلبك يأكلك، والله لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. صحيح. بتكلم عن مين؟ عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام الحادثة ماذا فعل؟ تركه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. خلي المشاهدين يقرأوا لأنه اليوم ما في وقت، أسرد لهم كمية الأذية اللي جات من ابن سلول. الشاهد ماذا فعل الرسول في وفاته لما كان على فراش الموت ابن سلول بعد كل هذه الأذية؟ جاء وعاده، زاره في مرضه، فصار بينهم حوار، يحكي أحد الصحابة، صار بينهم حوار، ثم قال ابن سلول للرسول عليه السلام من علي اليوم بقميصك كفني فيه وصلي عليه. هو على فراش شوف مين؟ رأس المنافقين. فصلى الله عليه وسلم مع كل اللي سواه 10 سنوات من الأذية أعطاه قميصه وجاي يصلي عليه. عمر بن الخطاب جذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما عجب الوضع، قال يا رسول الله، هو يحكي عمر يقول كنت أعد للرسول عليه السلام أيامه الخبيثة، أقول له هذا اللي قال سمن كلبه يأكلك، وهذا اللي فعل وفعل وفعل، تصلي عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، فإن الله خيرني، ووالله لو أعلم أني أستغفر له أكثر من 70 مرة فيغفر الله له لاستغفرت له. الله أكبر. هذا ابن سلول. إذن طب معليش، عفوا، القصة دي هذه علشان بس نقرأها ونتأثر وتدمع عيننا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ونوري العالم هذه القصة اسمعوا كيف الرسول، ولا عشان نطبقها؟ طبعا الرسول لو بيننا اليوم صلى الله عليه وسلم، تعتقد كان حيعطي بالا لفيلم رخيص تافه صاحبه أصلا؟ أنت عارف أنه تسجن أول أمس؟ لا والله. صاحب الفيديو تسجن. ليه؟ محتال على قضايا أخرى، محتال، راجل محتال عنده قضايا أخرى، سرقة ونهب ومش عارف مين، سجنينه حاليا. هل يعقل أنه فيديو وشخص زي ده يقيم أمة ويقعدها؟ فيديو يحرك 1.5 مليون مسلم وإحنا نعتقد أنه في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. معلش في شعرة، أنا عندي كلمتين كمان. قول. ولا خلصنا؟ قول. لأنه معلش في شعرة
بين الغضب لله والغضب للنفس. هل إحنا غضبنا لله ولا غضبنا لأنفسنا؟ هذا سؤال. وأنا أعطي إشارة. إذا الغضب لله المفروض أنه غضبنا أنه صارت إهانة لنبي من أنبياء الله بغض النظر من هو. طب لماذا لم نغضب لما نستهزأوا بعيسى عليه السلام؟ لماذا لم نغضب لما استهزأوا بموسى عليه السلام؟ فيلم History of the World من الثمانينات مستهزئ بموسى وعيسى وبيستهزئوا بالله هم كمان. لماذا لم نغضب؟ لماذا غضبنا بس للرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلهم أنبياء. كلهم أنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله. فهل هو فعلا غضب للأنبياء ولا غضب لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني عربي وتبعنا؟ كأنهم أهانونا إحنا. ترى شعرة الغضب الصحابي لما جاء يقتل أحد في أحد المعارك أحد الكفار فجاء يقتله فالكافر بصق في وجهه فتركه الصحابي ومشي. فاستغرب الكافر قال له يعني دوبك كنت حتقتلني؟ قال كنت أريد قتلك لله. لما بصقت في وجهي خشيت أن يكون قتلك شخصي لنفسي. شعرة شعرة معلش. فلنقتدي بالرسول عليه السلام، فلنغضب للرسول بأخلاق الرسول. بأخلاق الرسول. ما كان يرضى صلى الله عليه وسلم لو شاف الشوارع العربية وكل المآسي والناس اللي قتلت، ما يرضى. بعدين يا ريت آخر كلمة قول، معلش احنا هذا الوقت آخر كلمة قول ضروري ايه؟ يا ريت نغضب على الأمور اللي فعلا تغضب الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلا تغضب الرسول. لما جاء واحد يبغى يعني قالوا اشفع للرسول، اشفع عند الرسول واسطة، فغضب وحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقام في المنبر وقال والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها، ما احنا ما عندنا واسطات عدل. كان يغضبه الظلم، كان يغضبه سفك الدماء. مئات المسلمين اللي قاعدين يموتوا اليوم في بعض الدول، كل يوم بنشوف قتل، ما شفنا البليون ونص غضبوا من أجلهم. نعم. فنغضب على الأمور اللي فعلا ستغضب الرسول. بالأمس غضب بعض على موضوع برشلونة وجلعات شليط والأسير السرسك وشتمنا وهجمنا بس على نادي ما لنا العلاقة فيه 60 جد ما بيجمعنا. فالأولويات يا مصطفى لو الأولويات. نعم. نغضب على الأمور فعلا اللي تؤثر في الأمة اللي قاعدة حاصلة من فساد وظلم، والأمور اللي احنا عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام لن